ويبقى في المتابعة لاستعادة الكرات العايدة من الخط الأمامي العرضية بالرأس وجول وجول يا 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 هو الشبلي هو حسام الشبلي يتمكن من جول يتمكن من بداية قوية في هذه الأثناء عن طريق حسام الشبلي الأسد لا يهجم إلا إذا شاع أو استفز واحد الترجي جيعان على الأهداف الأهداف خاصة في البدايات واستغلال كرة ثابتة يتمكن من تسجيلها القادمون من الخلف عن طريق حسام جبلي نتابع أنا وياكم اللقطة وحيد وحيد في مكانه كان يترقب كان ينتظر يعرف أنه سيسجل الهدف في مكان دون رقابة يتمكن من البداية الرائعة حسام شبلي بعد سيس من نسيم الدويش كرة على الجهة اليمنى البداية والصنع عن طريق يونس الراشد استلام لحسام رمضان وجول هكذا هو كان الهدف بالحصول على ضربة جزاء هذه هي اللقطة الأخيرة وضربة جزاء ترجية في هذه الأثناء هذه اللقطة الأخيرة هذه الكرة الأخيرة حسام رمضان والتدخل من جانب اللاعب زياد الزعفوري قرار الحكم كان بركلة جزاء الكل يترقب التنقور في المتابعة عازم على التسجيل التنقور يسجل الكرة جول اي 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 على هجومات جيدة وعلى ركن كرة في الزاوية الترجية هكذا عازمون على بداية قوية وهدف ثاني للترجي الجرجيسي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم اللعب التنقور أمامكم على الصورة يسجل هذه اللقطة الأولى في الحصول على ركلة جزاء وفي المتابعة وفي الثانية كانت جول على يمين الحارس في الشباك هذه اللقطة هذه اللمسة هذه النظرة صابر يخلص الكرة ويخلص الخطورة وبوسكايا يقود هجمة الثلاثي وصول في الأمام في انتظار لمسة راشد المتابعة فرصة وشانس يراود يسجل الكرة وجول هكذا يتابعون وبلقطة عالمية في المتابعة يونس راشد بشخصية عالية لنجم من نجوم الفريق بهذه الطريقة عدى وبالطريقة الأخرى عدى وفي الأخير تجاوب مع لقطة وسجل جول هاتريك للترجي الجرجيسي بهكذا وضعية راوغة وسجل وركن الكرة في الشباك بقدم يمنى في هذه الأثناء وضع الكرة في الشباك وبهذه الطريقة احتفل وسجل جول أمام أولمبيك سيدي بوزيد يؤمنون النتيجة في هذه الدقائق مع فرحة في مدارج